أختي السائقة، أخي السائق، عليكم اتباع الإرشادات التالية قبل البدء بالسفر في مركبتكم: تفقد محيط المركبة قبل الانطلاق والتأكد من عدم وجود أطفال في محيطها، خفض صوت المذياع داخل المركبة حتى تتمكن من سماع من حولك بشكل واضح، وخاصة في الأزمات المرورية ولا سيما داخل المدن. عدم إجلاس الطفل في حضن الأب أو الأم أثناء قيادة المركبة لأنها قد تودي بحياتهم. عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة، وعند الخروج من المركبة يجب الانتباه إلى أنه لا يوجد أحد بداخلها. التزامك يحميك ويحمي الآخرين لنساهم في الحد من حوادث السير.